السلام عليكم، معكم محمد طيكوك من العائلة ديال الضحية اللي تعرضت للعنف من طرف الأستاذ ديالها اللي هي مريم طيكوك اللي هي معنا حاليا. الحمد لله درنا لها السكانير ودابا شافها الطبيب ودرنا الشكاية، إن شاء الله غنمشيو عند غندفعوا عند الجندرم. والبنت راه شفتوا الحالة ديالها كيفاش دايرة، ما هي البنت معايا راه مازال عينيها بعدا بداو تفشوا بعدا شوية، لأن ما كانت شاكة في الأول. البنت تضربت في الراس وكان هاد الجهة كانت منفوخة ليها في الأول، بحكم أنها كتعيش في العالم القروي ما قدرتش والديها على حسب الحالة ديالهم أنهم يجيبوها للمدينة. ولهذا غير بالصدفة أنا طلعت للبلاد واكتشفتها، تلاقيت معها صدفة وشفت الحالة ديالها. ملي سولتها وقالوا باللي المعلم ديالها هو اللي ضربها، وداك الشيء اللي كتقول حتى هي. استاذ علاش اللي عتميت؟ انا رسم على الرياضيات. من عتميت؟ انت هي خفصة سكنت اموال بنتي وان Thank you.